السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. جمعة مباركة. أولا اليوم جيتكم بفيديو بعد الفوز تاع الفريق الوطني الجزائري البارحة، اللي خلى الجزائريين كلهم فرحانين بهذاك الفوز 5-1 للفريق الراس الأخضر العنيد، أنا نسميه لبعض البلاطوات اللي كنت خايف، وقدرت فيديو وحذرت، قلت لهم ماذا بكم ما تقولولناش فريق ضعيف، قولوا فريق محترم فقط، ما قولوش فريق قوي، قولوا فريق محترم وفقط. رجعوه فريق قال لك فريق ضعيف، ما عليناش. والفنا هاد الهضره لما لعب مع المغرب كان فريق محترم وقوي، لما لعب مع الجزائر اصبح فريق ضعيف في ظرف شهر رجع فريق ضعيف. ما على بالناش لي فيكتيف اللي لعبت ضد المغرب واللي فيكتيف اللي لعبت ضد الجزائر 90% ما تبدلتش تاع الراس الاخضر. الجزائر كما يقول لك امطرت شباكهم ب5 أهداف وهم سجلوا علينا هدف. لكن اليوم في البلاطوات ما حبيتش نتدخل، لانه كاين بزاف اللي داروا لي فيديو على البلاطوات تكلموا بلا سونسيتي لي نون دي بلاطو، سونسيتي لي نون دي جون اللي هضروا، هادو الناس اللي تكلمت وقالت انه فريق ضعيف او فريق متواضع. والمهم لا علينا، اليوم راح نجيكم ما نقولش فضيحه اخرى، بس عينا من هاد الاعمال تاع الصحافه دوك ما على بالناش. شوفوا جمال بالماضي تكلم، رجع للصحافه في صالون دونير هذا كي كانوا رايحين باش يروحوا السفريه ديالهم باش يلعبوا ضد الفريق المصري، حبسوه الصحافه كالعاده اللي نددنا وقلنا راهو دار قبل ما يدير كونفيرونس دو بريس، راح تكون كونفيرونس دو بريس، هاو دار البارح كونفيرونس دو بريس، واش غنزيدو نسقسيوه اليوم؟ صدقوني خاوتي والله العظيم صوروهم كيكونوا رايحين، معليش بصح باش تزيدوا تحبسوا الكوتش وتحبسوا الناس وتهضروا معاها. والبارح تكلم، شوفوا الطريقه لما سالوه، تكلم عادي في الاول، لكن لما زاد سالوا صحفي النهار على ما اظن دور راسه وتخزر فيه مليح وراح لم يجبه. انتم اليوم اعطونا تعليقاتكم، هل جمال بالماضي راح بهذيك الطريقه لانه اعاد له السؤال اللي كان طرحوه البارع عليه، او شاف بلي هاد الصحفي عنده بالك مشاكل معاه؟ والله ما فهمت هاد الطريقه اللي دارها بالماضي اليوم. تابعوا معنا الفيديو وعندكم حقكم باش تعطونا الراي في هاد الطريقه اللي بالماضي خرج بها ديريكت وخلى الصحفي حط الميكرو هكذاك. تابعوا معنا. هنا على كل حال راهم رايحين صالون دونور، راهم خارجين رايحين ديريكتومون للطائره باش يشدوا الرحال الى الامارات، تحسبا لمواجهه مصر وديا بابو ظبي. سي ديفيرون دي سي با دو كابلا سي نوتر ماتش فوالا كيف تشوف انت هذه المباراه؟ دانا بزاف البارح دونك جو افوار ان بوسون ريبيتي. اسكو سي اون ريفيرونس اسكو سي اي بيان سور سي فيناليست دو لا ديرنيير كوب دافريك. Ils ont été jusqu'au play-off, ils ont, pour la Coupe du Monde, perdu au pénalty. L'Égypte, c'est peut-être l'équipe la plus titrée d'Afrique sur les Coupes d'Afrique. Donc, Béna, Mounafessa, Kawiya, et c'est ce qu'on recherche. Et après ces deux matchs, est-ce que vous aurez vraiment l'idée de. Ça fait 5 ans et demi l'année dernière que je suis avec l'équipe nationale. Je sais à peu près ce que l'on vaut. Ce qu'on peut dire, c'est que les joueurs qui sont arrivés, il faut les incorporer le plus rapidement possible. Coach, le groupe motivé après la victoire d'Albert. Le groupe motivé après la victoire d'Albert. C'est le groupe motivé après la victoire d'Albert. عطيتكم 3 خطرات هاد اللقطه عاودتها لكم. هالناخب الوطني لما سالوه صحفي النهار على المباشر هاي ليك على المباشر، هل هاد السؤال كان البارح؟ قال له هل الصحفي سالوه قال له هل الفريق الوطني راهو موتيفي من الماتش تاع البارح اللي راح يسمر موتيفي باش يلعب الماتش تاع ضد مصر؟ راح له ديريكت في وجهه، والله غير ما فهمت.
اسكو السؤال بقى يتعاود خاطر بالماضي يضل يقولوا ما كتكرروا في الاسئله. والله العظيم غير ما فهمتش قلت لكم يا صحافه قالوا لكم وهضروا في البلاطوات كاين الناس اللي تعرف للصحافه ناس قدم مثل فريد معطاوي وغيرهم تكلموا وقالوا اخطوكم من الكاميرات والميكروات الميكروفون رايحين للناس رايحه دير طريق في السماء وعلى بالكم لما تروح بارافيون تاعي اكثر من اللي تروح بارود لاتيتي تاعي وراح يكون ساعات كثيره باش يلحقوا المكان ديالهم. انتم تسالوا فيه شتوا بالماضي كيفاش كانت الرده ديالو رده فعل قويه وقويه جدا نورمالمون من هاد رده فعل تاع جمال بالماضي ما تزيدوش كاع تروحوا تستناو الفريق الوطني في المطار لا حبيتوا تستناوه بالكاميرات نعم شوفوك يكون رايح لكن هذه تاع تزيدوا تحبسوه البارح فقط كان داير ندوه صحفيه اللي كانت فيها شتو شحال من دقيقه كانت ندوه صحفيه طويله وتكلم كل شيء. اليوم انا ظنيت انه الصحفي عاود عطالو سؤال تاع البارح على بيه شتو النظره ديالو كيفاش تخزر فيه وراح وجمال بالماضي كان مستاء على كل حال وديجا كي كان يتكلم جمال بالماضي دوك هنايا في المباشر قال له هذه هضرنا عليها البارح علاش راكم تعاودوا يا صحافه انا تكلمنا معاكم نهار اللي جا جمال بالماضي كي كان داير مغطي راسه باين باللي ماهوش حاب يهضر خلاص عنده قال لكم عندي ندوه صحفيه نتكلم فيها انا في ارجاء العالم كاع ما شفتش ارجاء العالم في اوروبا ما شفتش انا يتبعوهم هكا في المطار رايح اللي جوار كاين كونفرنس دو بريس ديروا كونفرنس دو بريس ديالكم وروحوا خلاص من بعد خلاص علاش سموها ندوه صحفيه يتلاقى كاع بالصحفيين 20 او 30 اورغان ما على باليش ولا 50 كاع يمدوا سؤال وكاين اللي يمد سؤالين حتى ثلاثه ويجاوب جمال بالماضي ويقصر ويضحك لكن باش تزيدوا تلحقوهم للمطار ها هو شاوي صرا لكم على المباشر قناه النهار يحرجها جمال بالماضي خسر فيه وراح انا شكيت خوتنا الكرام انا شكيت انه عاود سؤال تاع البارح يكونوا قالوه له البارح تاع اسكو فوزا اسكو راكم موتيفي باش بعد الفوز ديالكم بخمسة هل راكم موتيفي باش تلعبوا الماتش ضد يموتيفيكم على الماتش تاع مصر السؤال هذا سؤال باين بلي البارح هضرنا عليه وهضرناه علاش نبقاو نعاودوا والله العظيم انا من هذا المنبر نقول زملائنا ونقول لكل القنوات ربي يفتح عليكم لما تشوفوا جمال بالماضي جاء ولا الفريق الوطني جاء خلونا من الميكروفونات وخلونا من الشهاده احكموا الكاميرا وروا من بعيد باللي راه جا الفريق الشعب يشوف ثم تلحقوا الرساله وبارك الله فيكم لكن كل دقيقه الميكروفون واحد يمد سؤال جمال بالماضي يقول له هذا السؤال اللي سمعته ديجا هضرنا عليه عباك ديرها انت في روحك مشاهدي الكريم اسكو تقبل في حومتك كل دقيقه يجي لك واحد يبوزي لك كيستيون ديجا كي نكونوا في جماعه نقصروا في حومتنا نهضر في الحومه باسكو حنا ولاد احياء شعبيه كي نكونوا نتكلموا واحد يسقسيك حاجه تقولها له وزيد يسقسيك ديجا نقول له تهضر معاه تقول له هذه خلاص انا ريبونديت لك عليها وبما في ذلك جمال بالماضي البارح كونفرنس دو بريس ساعه واليوم يجي عاود يعطي له نفس السؤال او شيء اخر بينه وبين الصحفي لانه خزر فيه مليح وراح وزغد راسه يمينا وشمالا وجا رايح والله العظيم أنا نتمنى نزيدوا نرفعوا من المستوى وقلنا 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 مرارا وتكرارا نطلبوا من المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين يديروا يوم تحسيسي كيفاش نقابلوا شخصيات بما فيهم رياضية أو سياسية كيفاش نتكلموا معاهم على بالنا باللي المنظمة الوطنية اللي على راسها يوسف تازير اللي بنقولوا التحية من هذا المنبر على بالنا باللي دارها خطرة ولا اثنين وما جاوش صحفيين عندهم ما جاوش اللي راو المكتب ديالهم في 5 جويلية ما جاوش يجي واحد اثنين حتى الخمسة لكن أنا نتمنى يجوا الصحفيين القدم يجوا ويعيطوا ويديروا حملة تحسيسية يوم تحسيسي على كيفاش نقابلوا الشخصيات كاين صحافة القدامى يعرفوا كيفاش يخدموا عندنا صحفيين ما شاء الله عندنا صحفيين ما شاء الله بدون ذكر الاسماء كاين صحفيين كومبيتون يجوا يوروا للصحفيين هادو الصغار كيفاش يلقوا السؤال الى سمع واحد لقى سؤال ولازم يركز الى سمع واحد لقى سؤال
ما يعاودش هذاك السؤال. هذه في الكونفيرونس دو بريس اوروبيان ما فين نشوفوهم جامي لقيت اونترينور قال لهم ما نعاودش هذا الجواب لانه انا يعني هضرته. لازمك صحفي لما يكون في الكونفيرونس دو بريس في الندوه الصحفيه يحل ودنيه، ما يبقاش لاتب تليفون يستنى باش يهضر غير السؤال ديالو، لا يسمع كاع واش تكلموا الاخرين وهو يطرح سؤال ديالو. حنا نتمنوا نرفعوا المستوى وخاصه في الميدان الصحفي نعطوه قيمه نخل المنتخب الوطني، لان المنتخب الوطني عنده قيمه كبيره. لازم الصحفي يكون عنده قيمه ثاني في النيفو تاع المنتخب الوطني. هذا ما كان، واللقطه اللي دارها جمال بالماضي ما خرجتش من عدم، كاينه حاجه ومع الوقت دوك تبان، وكاين يلحقونا الاخبار على كل حال من زملائنا يقولوا لنا هذا صارت هكذا باسكو هكذا هكذا. وانا اللي راني شكاني شك باللي عاود السؤال اللي هتكلم عليه بالماضي مرارا وتكرارا. انا نقول ان شاء الله يرفعوا من المستوى. نقول لكم بارك الله فيكم، شاركوا في قناه عبد سبور، وحظ موفق للفريق الوطني ضد الفريق المصري في ديربي افريقي الاول اللي مصنف من عند الكاف، مصر الجزائر او الجزائر مصر، هو اللي مصنف في الكاف من اقوى الديربيات في افريقيا. حبينا ولا كرهنا احنا نلعبوا مع فيناليست مصر، لعبنا مع السنغال حامل لقب ربحناه في عقر داره، اليوم احنا نلعبوا مع الفيناليست تاع النسخه الماضيه هو الفريق المصري، وان شاء الله نزيدو نفوزو. لماذا ان شاء الله نزيدو نفوزو على الفريق المصري؟ يعني هكذا نكونو فزنا على حامل اللقب والفيناليست معاه. ان شاء الله ان شاء الله احنا ماذا بينا نزيدو نفوزو بمباريات كثيره باش يكونوا عندنا مباريات في رجلينا، ويكونوا كوننا فريق قوي وقوي جدا منسجم بهذه الارمضه من اللاعبين اللي نقولكم مازال كاين خدمه شويه هي تاع الانسجام فقط. ان شاء الله ان شاء الله فيها خير. تحيه الجزائر، شاركوا في قناه عبد سبور، سلام.